ولاية جعلان بني بو حسن. أما الطريق فقد حفتها أشجار الغاف من الجانبين، أنستنا ضنا الساعات الطوال حتى وصلنا إلى مركز الوفاء الاجتماعي التطوعي. في ردهات المركز جلسنا ننتظر ما أعده لنا الصغار كعربون شكر على مساهمتنا المتواضعة. وهل يخيب الأطفال ظننا يوماً؟ ألعاب والبرامج المسلية تمنينا لو أنها لا تنتهي، فهناك في رحاب ملاعب الأطفال نشعر أننا في ديارنا. تكفي نظرة واحدة من عينين بريئتين، ننسى عناء الدنيا وهمومها. اليوم الأول كان أكثر من ممتاز، وهذا أعطانا دفعة قوية أن الأيام القادمة لازم نكون جدا متحمسين. تماماً كسرب من الطيور تحط قافلة النورس لتطير من جديد. رحلة طويلة اجتزنا خلالها العديد من ولايات المنطقة الشرقية وصولاً إلى نيابة سيناو. هناك مع مغيب الشمس حطت طيور الخير لتهجع حتى طلوع فجر جديد. أمسية من السمر والنقاش تقييماً لليوم الثاني واستعداداً للثالث. This initiative came from our Nowras people. They came to us about 2 years ago and they said, we've got this great idea for celebrating some of our success with the less fortunate in this beautiful society of Oman. وفي الساعة الثالثة فجرا أفاقت النوارس وانطلقت في سربها المنير وسط الصحراء. توقفنا نلبي نداء الفجر وسط دجى الليل وصقيعه، افترشنا رمال الصحراء لنتسحر. سجدة صلاة في هذا الشهر المبارك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. توفيقا لرسالة النورس الرمضانية اليوم وغدا وكل أيام الرحلة. الله أكبر. انطلقنا نطارد أفق الصحراء، لا شيء يسبقنا إلا الظلام الدامس.
ثماني ساعات متواصلة من القيادة. وهذه النتيجة: أطراف وأظهر متيبسة. جلسنا نريح أجسادنا ومحركات مركباتنا على صفحة الرمال الناعمة قبل أن نتابع مسيرنا نحو ولاية الجازر. أول مرة أجي القافلة، وبصراحة على طول يعني أول ما نزل الفام عبيته. ليش؟ لأن حسيت أن الناس اللي راحت قدول جنرال 2 فعلا أنها سوت حاجة لوجه الله. يعني وصلنا إلى مكتب الوالي في الجازر صباحاً محملين بالهدايا والهبات، فصبحتنا وجوه مضيفين ببسمات الترحيب والعرفان كباراً كانوا أم صغاراً. ودعنا أهل الجازر وهم يصرون بلهفة على استضافتهم لنا لتناول الإفطار معاً بقلوب أثلجتها فرحة العطاء، وإنما وقت برنامجنا لا يسمح، وانطلقنا نحو حدب جديدة. مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أو مراكز المعوقين، أنت لما تشارك معاهم الفرحة وتشارك معاهم السعادة وتشارك معاهم حقيقة في تلعب معاهم ومسابقات وتدخل بهجة في سرورهم، يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا ما شاء الله. فجأة تلاشى الطريق المعبد الذي كنا نسلكه، ووجدنا أنفسنا نمخر عباب الصحراء. أخبرونا أن الطريق إلى صلالة وعر، ولكن ليس لهذا الحد. وأخيراً فرجت بعد قرابة الساعتين، عانقت إطارات مركبات القافلة الشارع من جديد. خضرة خلابة وهواء عليل بشرنا بلا صلالة العزيزة التي سبق وزرناها العام الماضي والذي قبله. وأناخت القافلة الرحال لترتاح، إلا الفريق